اوعدك يا ابني لما نفهم الحكايه. حكايه ايه؟ والله اخويا مات. ليه بس السرعه دي يا استاذ؟ والله هو انا رامي نفسي قصادي. ليه مجنون؟ اصبر يا ابني، انا هجيب لك حق. تعالى اخويا تحت. بص يا استاذ، احنا شباب زي بعض، والواد اللي ما اعرف مات ده ولا عظمه اتكسر، اهله لو جم هيبقى لشوك. طلع اي حاجه نديها لاخوك وسيب الباقي عليا. اخلع بسرعة قبل ما اهله ما ييجوا. يلا يلا يا اخي، يلا اشرتك خضرا يا اخويا. يلا كما كنت. يلا يا اخويا انت كمان، ولا استحليت النومة دي؟ يلا يا اخويا. يلا شرط خاطر. يلا ما تمدش ايدك لبقلاشك يا جعفر. نفسي في الخاتم ده. يوميتك وهتاخده. خد خد انت راخد.
بريزة؟ ليه؟ ولا بشتغل صبي عواجي؟ لا مدير بنك يرحمك. تضربوش. فتعملي فيها زعيم يا حودة ولا ايه؟ تذكر في البيت تاخد اكتر منها ليه؟ طب مفيش فلوس خالص. ايه؟ ايه وعيدة؟ ايه انت كمان؟ عيني! تاني لو بعلاشك منك له مصطفى استنى طيبش احنا مش هيقف طلع ليه يلا روح الله يموتنا مش هنروح لازم نجيب حقنا تعال ارمي الجوينت اللي في ايدك ده بسرعه في امين شرطه يشرب جوينت قدام الضابط بتاعه وتاخد لك نفس يا باشا هتحبسنا والله العظيم هتحبسنا ارميه بسرعه تمام يا فندم قبل العربيه اللي جايه دي شوف رخصها يلا يلا رخصك بس مهندس رخص رخصه انا ما معيش رخص يا باشا في واحد ما معهوش رخصه يا باشا يا نهار اسود معهوش رخص انت يا ابن انت نعم يا باشا معكش رخص ليه ما هو مش انا اللي سايق يا باشا وافرض اللي جنبك ده جراله حاجه مش انت اللي هتسوق ما انا ما بعرفش اسوق يا باشا كمان يعني لا معاك رخص ولا بتعرف تسوق ده انت وقعتك سودا يا نهار اسود انا اصلا سواد يا باشا طب ايه العمل يا باشا ولا حاجه عايزين منك 35 جنيه وصورتين وشهاده بطن ونظر والامتحان امتى لا ما هو مفيش امتحان غير لما تطلع رخص اه صحيح يعني ايه يا باشا يعني هنحتاج منك كمان 35 جنيه وصورتين وتيجي بكره الصبح بدري انت فاهم بصراحه انا مش فاهم حاجه في الليلاتين دي بقى يا باشا انا ما معيش صور مش مهم احنا حفظنا شكلك طب ممكن 10 جنيه كده يلا يلا هات لي الواد بتاع الدليفري اللي جاي هناك ده بسرعه على فين يا وحش يا باشا انا رخص سليمه ولابس الخوذه وكله تمام انت مش رابط الحزام ليه قول لي يا ابني انت الصندوق ده فيه ايه في اكل يا باشا والاوردرات اهي ورينا الاوردرات دي راجع معايا الاوردرات دي بسرعه حاضر يا باشا اتنين موزة اتنين موزة اتنين حمام مشوي اتنين حمام مشوي اتنين حمام محشي اتنين حمام محشي اتنين حمام زاجل مفيش حمام زاجل اكيد سبعه امسك هات دول اتنين حمام مشوي يبقى الحساب 66 جنيه ونص ايوه باشا ما انا عارف طب ما تدفع ولا هتاكل سفلقه انا مش فاهم حاجه يا سعاده الباشا مش فاهم حاجه ايه 66 ونص محتاجه اشرح هتبلطج جد ولا ايه لمؤاخذة يا باشا اتفضل يا باشا دول 70 جنيه يا باشا اكتب له وصل ب 3 ونص يا قالوا يا راجل يا باشا ده تبس احنا برضه ناس بنلف في الوصول يلا يلا ماشي بقى بونا بيتير Thank you.
انزل يا فؤاد شوف ايه الظاهر. دي لجنه يا باشا. ما انا عارف انها لجنه. انزل قول لهم ان انا مستعجل. حاضر. لو سمحت يا سياده الامين، نسيم باشا الرشيدي في العربيه ومستعجل، لو بس ممكن تديله طريق. يعني ايه نديله طريق؟ زيه زي بقيه الخلق. بس يا امين انت لما اكون انا موجود انت ما تتكلمش خالص. احنا اسفين، قول للباشا يعدي. شكرا يا باشا. القانون قانون. خلاص يا عم المحامي، القانون قانون ايه؟ بيقول لك باشا يعني ممكن يطلع لوا. اترمي على جنب هنا، مش عايز اسمع صوتك. يلا عدي عدي سكه بسرعه. عدي عدي يا اخويا عدي. باشا ممكن بس كارت من سيادتك؟ انزل هات لي الولادين دول بسرعه. ولادين مين يا باشا؟ اللي عاملين نفسهم امين وظابط. انزل اتحرك. جعفر يلا يا جعفر اجري. ليه يا باشا؟ باشا انت صدقت عبد المجنون في العربيه؟ عبد المجنون مين؟ بعدين هشرح لك. يلا طب قول لهم هم عينهم ابن خالتك. يلا طب ازاي بس يا باشا؟ اجري بسرعه يا حيوان ما تعرضنيش. الحقوهم اجري اجري وادوهم بسرعه. الكل مين حضرتك؟ صدر مين يا مسطول؟ دول حكومة يا باشا. سيادتك انتوا سبقتوا الحرامية. طب اجروا انتوا الناحية الثانية. محدش فاهم حاجة خالص خالص. هنا من زمان عمره ما حيانا. يلا بينا يا عم نقلع الكلام ده. يلا اخصمك. لسه صاحي لسه صاحي يا اسيبك. اسيبك. لا ازيك يا صايع يا ضايع انت وهو يا ست اولجا. عيب كده ما انت كنت عامله فيها ننسى عجرم من شويه. ايه ده وايه اللي انتوا لابسينه ده؟ كل سنه وحضرتك طيبه يا ست اولجا. النهارده عيد الشرطه. عيد الشرطه؟ امال في العيد الكبير هتلبسوا ايه؟ خرفان. يخرب بيت عسلك، ده انت فظيعه. وبعدين يا ست اولجا في كلبين قصر النيل اللي انت طلقاهم علينا دول، ما تحبسيهم احسن. او تسميهم. اسمهم سم كده. داريكو ودي فيك، دول حبايبي. طب يلا بقى خدي حبايبك وخشي نامي. عيب كده يا ست. عيب. صدقوا بقى انا مش جاي لي نوم. ما تيجوا كده تضربوا معايا عسلين محجر فوق السطوح. عسلين محجر يا ست طويله. هو في عم بص اطلعي واحنا هنحصلك على طول. يلا اطلعي بقى عسلين محجر. ما تحجروش معايا. يلا يا حبايبي. يلا يلا ضربت يا معلم. انا بقى عم وحيده بقى ما خلفتش. بص محجر. ما يا جعفر يا ابن النصابة. عبده مجنون عمل ايه ده عشان يبقى باشا؟ اكيد اشترى جاكيت جلد. لا اكيد خد شقه قانون جديد. عموما هيبان. وبعدين سيبك منه وقوم رايح جسمك شويه. الموضوع مش هزار يا جعفر. الراجل ده واصل ومش هيسيبنا في حالنا. احنا بس اللي عارفين اصله وفصله. اه ابوه خريج سجون وهو اصلاحيه. ما نبعت له الورق. طول ما الورق ده معانا احنا في امان. بقول لك ايه، احنا من بكره لازم نخبيه.
وهنخبيه ازاي نسيم ده؟ واحنا هنخبي نسيم نهبل بيه ايه؟ هنخبي الورق. ما تفوق يا جعفر وبطل البنجو اللي بتضربه ده. تليفوني ده؟ يا سونس. ايه يا حبيبتي؟ وانت كمان وحشاني والله. كلها تيجي ثانيه واحده. بقول لك ايه، انا اعصابي تعبانه وماليش مزاج. انا ليا مزاج واعصابي حديد. يا عم انت مالك انت تيجي ما تجيش؟ انت مالك؟ اي حاجه اضطر القعده يا حوده. وانا بكلم مروحه اضطر القعده. معلش عشان البتاع ده بيطلب حاجات غريبه. طب خلاص. ها يا سونس، بقول لك ما تعدي عليا بعد ساعه كده. خليها تجيب معاها عشاء. ثانيه واحده، عايز ايه؟ عشاء. هات معاك عشاء يا حبيبتي. سمك. ما خد كلمها. طيب انت معلش يا حوده، اصل البتاع ده بيطلب حاجات غريبه قوي. معلش معلش يا سونسون، هاتي معاك سمك وانت جاي. يلا حبيبتي انا في انتظارك. سلام. بص بقى يا معلم، جو خرم الباب وتبص علينا واحنا جوه في الاوضه ده مش هينفع معايا خالص. وهو انا هبص عليك انت؟ انا هبص عليها هي. يا سلام يا ابني، دي صاحبتي انا. احنا الاثنين واحد يا حوده. لا، في دي اتنين يا معلم. يخص عليك يا حوده، تهون عليك العشره والصحوبيه والمرمطه واسكندريه. خلاص خلاص يا شكري، اخليها تجيب معاها واحده. طيب لا، حرام. حرام؟ اه يعني بصك من خرم الباب علينا ده حلال، واللي احنا بنعمله ده حلال؟ وانا بقول لك نتوب يا حوده وانت مش عايز. خلاص توب انت لوحدك، وروح اشتغل فرد امن ب 200 جنيه، ولا اقول لك اشتغل في الطاقه الذريه. تريق تريق، بس اي حاجه حلال احسن. الكلام ده لما تيجي تذبح. لكن انا عايز اقول لك على حاجه بقى، احنا فنانين مبدعين من نوع جديد. ازاي؟ لا هشرح لك بعدين. المهم اخليها تجيب معاها واحده. تجيب طبعا. طب ما كمل بدري. برافو، تستاهلوا فعلا انكم تشتغلوا معايا. ايه اللي في وشك ده؟ هجمه مرتده صح ولا مكياج؟ قولي مكياج، ريحني. لا ده بجد يا باشا. اخرس. اسمع يا نسيم باشا. ما تقوليش يا باشا. طب اسمع يا نسيم. ما تنطقش ولا كلمه. العيال دول عايزكم تجيبوا لي كل المعلومات عنهم، ساكنين فين، بيعملوا ايه، لهم سوابق في اداره النصب ولا لا، مفهوم؟ برافو يا باشا، بس شوية بيانات صغيرين عنهم كده. يعني ايه؟ يعني ساكنين فين؟ بيعملوا ايه؟ ليهم سوابق في إدارة النصب ولا لا؟ حمار، برا. حاضر يا باشا. برا برا. برافو يا باشا. برا يا حيوان. في ايه يا لولا؟ موظف الشهر العقاري جه يا باشا. دخلهولي على جوه. الورق جاهز؟ جاهز ومتسجل قانوني باسم سيادتك يا باشا. يعني حته الارض دي دلوقتي بتاعه سياسه. طب خدي ده واطلبي لي من جرين بنك، وانت عدي على الحسابات. الله يبارك لك يا باشا. محدش هيولع في الكلاب دي ولا ايه؟ كلاب ايه بس؟ سيبك منها، خلينا في المزز اللي جايه. اه بص بقى يا جعفر، انا مش عايزك تخاف من اي مزه. اخطف المزه قبل ما تخطفك. من الاخر كده انت محتاج معلقتين ثقه. معلقتين ثقه ايه بس وانا اعمل علاقه مع كوبايه؟ وبعدين يا حوده انت عارف مشكلتي، ابتسامه في اللقاء وسرعه في الاداء. ابتسامه في اللقاء دي مطلوبه، لكن سرعه في الاداء دي لازم نقعد فيها مع بعض شويه. حق يا حوده، الموضوع ده لو اتظبط تبقى لك الحلاوه. بص يا معلم، اول ما عينك تقع على اي مزه غمض. غمض ايه الاندهاش ده؟ عادي يعني. خلاص هغمض. بعد ما تغمض تعد من واحد لحد 10. وانا لما اعد من واحد لحد 10 بصر هيرجع لي تاني. هزر هزر، ما هو ده اللي جايب لك السرعه. جب جب. ايه ده؟ امال فين صاحبتك؟ ما لحقتش اجيب حد معايا. ابدا العد يا حوده. اه عد بس من واحد لحد ما النهار يطلع. خش خشي. مين الوحش؟ الله، ده ابن اختي. وانت جايبه ابن اختك ليه؟ رايحه مستوصف؟ الله، امال اسيبه عند مين؟ سيبيه مع عمه جعفر. تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. خد يا جعفر، مبروك مجالك. وانا اعمل بيه ايه ده؟ عد من واحد لواحد ونص عبال ما اجي لك. يلا يا اختي يلا. والسمك مش هنقليه؟ وانت جايباه مشوي؟ لا جايبه ني. دي هبله. دي ليله زفره يا معلم. عملتها انت كمان، عندك سرعه في الاداء. انت بتعمل ايه؟ لا ده موضوع قديم، هبقى افهمك عليه بعدين. طب يلا يلا عشان مستعجله. مستعجله خالص. مستعجله قوي يا ست. هتسفي وانت بتتكلمي. طب يلا عشان لا لا، اذا كنت مستعجله عندك جعفر قاعد بره سرعه في الاداء استاذ، لكن انا بالراحه بالراحه بالراحه. بس 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 يا حبيبي بس. ايوه ايوه بس، رديك بالبناء في وشك.
بس 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 عشان خالتك مركزة جوه ومش عايزين نقطع تركيزها. بس يا حبيبي بس بس بس. انت بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ انا بشرب. انا ما بعملش حاجة، انا بشرب. هو انا كل ما اقولك يلا تطلع لي 100 حجة؟ افضحيني بقى افضحيني، مش كده بالراحة شوية. طب يلا يلا. ايه يلا عشان مستعجلة؟ ما هو الهواجة دي هتخليني ما اعرفش اعمل حاجة خالص انا. طب يلا. حاضر يلا بقى. حاضر حاضر هتصرف. حاضر يلا. حاضر. ايه انت رشة رنجة ولا ايه؟ دي ملوحة. طب يلا بقى. وفي اي لاف يو جوه برضو. انا عايزك لما تروح تحكي على كل اللي شفته هنا، عايزك تجرسها عشان هي كدابة وقالت ان هي واخداك عشان تفسحك وسايباك وبتتفسح هي. بقولك ايه، تحب اوريها لك جوه وهي متلبسة؟ تعال تعال قوم يلا بينا. اوبا بصوا بص، معلش انا هستخدم صباعك عشان انت صباعك رفيع، لو وقعتلي المنديل ده هبصصك. بص يا عم بتعيط ليه وانا حاططولك في خلاط؟ دي للكلب عمره ما يتعدل. هو في ايه؟ خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. ماشي يا جعفر. انت لسه هتبوس؟ بلاش احباط بقى، يلا من هنا. يلا قوم البسي هدومك وخد ابن اختك وخوري يلا. يعني انت تفتكر خالك هيعرفك بعد ما طردك من 15 سنه؟ طبعا هيعرفك. وبعدين ما طردنيش، انا اللي مشيت بمزاجي. خالي حبيبي. خالك مين يا حيوان؟ مش عم عبد المحلاوي برضو؟ مش فاخر يا ابني، وانا عادي دفتر ده مش عارف هو مين اصلا. هيعرفك انت. يلا يا ابني مش فاضيين. استنى بس يا حوضه، طول عمره كده بياخد وقت عقبال ما يسخن. هو تستر وقت ايه اللي هياخده؟ ورانا شغل يا جعفر. بص فيها كويس. مش شايف يا ابني، العتب على النظر. انت فين؟ ما تحرجنيش قدام صاحبي بقى يا خال، خلي عندك دم. الواد التخين اللي واقف زي العجل ده، يعني فتحت دلوقتي وبقيت زي القرد. انا بتكلم على اللي وراك. بس يا حوده، الراجل الذاكره بدات ترجع له. انا جعفر ابن اختك زنوبه اللي جيت من البلد وطردتني. اه اقصد لما مشيت بمزاجي. في حاجه يا بابا؟ عايزين حاجه اساتذه. بابا انت بدريه ولا عايشه ولا راشه ولا عوله ولا هانه ولا حاله؟ انا عايشه. انت مين؟ انا جعفر ابن عمتك زنوبه. ازيك يا جعفر؟ ازيك يا عايشه؟ اخس عليك، ده احنا قلنا انك هجرت ولا لا قدر الله يكون جرى لك حاجه. عمر الشقي بقى يا عايشه، اقدم لك صديق عمر حوده. ازيك يا عايشه؟ ازيك يا حوده. وانت بقى بتشتغلي ولا بتدرسي؟ انا كمبيوتر بروجرامر. وانت؟ لا انا كويس الحمد لله. بقولك ايه يا عايشه، عايزك في موضوع كده. تحت امرك. واخد البنت ورايح فين يا حيوان؟ رايحين نركب عجل. خدني وراك. الصندوق ده فيه ورق مهم عايزك تشيليه امان عندك. اوعى حد يشوفه يا عايشه. من عليا. سلام عم عبدو. عبدو مين؟ في واحد بتباشا اسمه عبد الناصر قام بالثورة امبارح. امبارح؟ طب خش نام انت وانا هصحيك على العبور ان شاء الله. كتك نكسة. احلى حاجة في الدنيا انك تقعد تضرب مخدرات لحد ما يتقبض عليك. يا ساتر يا رب. ليه يعني؟ عشان انسى نسيم باشا. تصور بقى جعفر، انا معجب بالراجل ده. طبعا طبعا. ايه انت فاهم حاجة؟ شوف كان ايه وبقى ايه. من بلطجي بيجري لو شاف امين شرطه لبرنس، الكل بيضرب له تعظيم سلام. هو ده الشغل اللي بحقه حقيقي، مش احنا مالنا. ما احنا الحمد لله زي الفل، اهو معانا نص كيلو بانجو. ركز بقى يا جعفر، خلي عندك طموح. احنا شغلنا لازم يبقى اكبر من كده بكتير. احنا لازم نبقى بشوات. رايك نشتري جواكت جلد؟ انا هقدم على هجره عشان استريح منك يا جعفر. انزل هات لي حته لحمه عشان نجر الرجل فيكي على تحت. فيكي ما تسرحش بخيالك قوي كده، انزل وانت ساكت. يلا يلا سيب العشا ده. يلا
بتدور على حاجه معينه؟ النهارده عيد ميلاد فيكي ومش عارف اجيب لها ايه. كل سنه وهي طيبه. الله لذيذه خالص. ده دلوقتي بس، ما تعرفيش اول ما الليل ليل علينا بعيد عنك بتبقى نار وايده في جتتها. ليه خير؟ فيكي يا هاني نوع نادر جدا، جبتها معايا من اسكتلندا وللاسف كبرت ومحتاجه زي اي ست حلوه وشيك وطويله ما بتبقى محتاجه. فاهمه وحاسه بيها. للاسف قلبت البلد كلها على ذكر مش لاقي. نعم من النوع ده يعني، ما تتحمقش قوي كده. فيا ريت يا هاني لو تعرفي اي حد من اصحابك اكون شاكر جدا. هو فعلا في أزمة في الديكور اليومين دول. الله، ما حضرتك اتحمقت قوي من شوية ليه؟ ما علينا، المهم حضرتك أدي الشهادة بتاعت فيكي وأدي صورة لفيكي. أنا عندي استعداد أدفع لغاية 30,000 جنيه. 30,000 جنيه؟ حضرتك مالكش دعوة، أنا بتكلم مع الهانم. أصل أنت يا هانم ما تعرفيش هي عزيزة عليا قد إيه وصعبانة عليا قد إيه. مش لوحدها يا حضرت. لا أنت صعبانة عليا من ساعة ما دخلت أصلا. يلا المهم حضرتك ادي الكارت بتاعي وده رقم الموبايل ودول يا هانم 1,000 جنيه عربون. لو لقيتي اي ذكر من نوع فيكي ارجوك تتصلي بيا، ولو ما لقيتيش برضه اتصلي بيا. ما تقلقش حضرتك. ميرسي جدا. سوري. يلا فيكي يلا. لبست وشرفت. حضرتك نظف مالكش دعوه. بس بقول لك ايه، هو الراجل ده جوز حضرتك ولا بيشتغل هنا؟ للاسف. للاسف ايه، بيشتغل هنا؟ لا جوزي. بينظف بس؟ ما طلعتيش لوحدك يا فيكي. مش عايز تبيعه؟ الجاكيت ولا الكلب؟ الكلب. مش ممكن. ايه انا قلت حاجه غلط؟ حضرتك عندك ولاد؟ ها؟ عندك ولاد؟ عندي 4. تبيع كلب منهم؟ اقصد تبيع واحد منهم؟ اكيد لا. يبقى حضرتك عرفت الاجابه. استحاله ابيع ريكو يا استاذ. مش ممكن ابيعه. لا 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 لا. طب تعالى بس تعالى تعال. وعلشان خالص ال 30,000 يبقوا كام؟ 29,999. نزلت لك جنيه. دمك شربات. بتكلم لك 25,000. وعلشان خاطر كمان مرة 22,000. 20,000. 20. قول له حاجة يا ريت. اجمد يا ريكو. ما تعملش زيي. 15,000. تعالى معايا. لا كده ريكو هيضيع مني. ما تخافش هتاخد فلوسك. هات 10,000 من عندك. مبروك عليك. قلبي معاك يا ريكو. بسرعة بسرعة كلم الراجل ده، فيه 20,000 مكسب بسرعة. أيوة الكارت بتاعه اهو. يلا هذا الرقم غير موجود بالخدمة، من فضلك ما تتصلش هنا تاني يا حيوان. تي تي تي. ريكو. يا حول الله يا رب، دي حادثة دي ولا ايه؟ هم متعودين يباتوا برا؟ عمرهم ما عملوه. صدقني معلش يا ست أولجا، ما انت عارفة كلاب اليومين دول بيحبوا العض، يمكن راحوا كده ولا كده وهيرجعوا تاني. طب ما معهمش أي إثبات شخصية؟ لا يبقوا اتمسكوا تحارب. بص عليكم كده بتتريقوا عليا، وأنا اللي بقول عليكم إن كنتوا زي ولادي. خلاص معلش يا ست أولجا، معلش والله بنهزر معاك. وهندور لك عليهم ونجيبهم لك لحد عندك. واحد وهيباتوا في حضنك الليله.
الليله الليله يا اولجا. بس انت يلا بقى يلا، ما يصحش تقعدي هنا، يلا قومي هنجيبهم لك. حاضر. على مهلك. اشوف على مهلك. اشوفهم. دي دخلت هنا ازاي دي؟ بالراحه بشويش. يا روحي نوحي على البخت اللي راح نوحي. معلش يا حبسه قهرك في دارك يا اولجا، سرحي وبوحي. معلش يا ست اولجا. لا القلب صافي ولا الطريقه طبيب شافي. يلا عشق على طول الدواء يا خلق الجروح. عشق على طول. عاجبك كده؟ بقول لك ايه، ما الكلاب ماليه الشوارع، انزل هتلاقي اتنين. هما سندوتشات يا حوده، ما كانش المفروض نعمل اللي احنا عملناه ده. الست عامله السطوح ده كله عشان خاطر الكلبين دول، صعبان عليها قوي. بقول لك ايه، ما يصعبش عليك غالي، يعني الكلاب تاكل واحنا نجوع. مطلوب خطاب ضمان بخمسة مليون دولار قبل وصول الشحنة بوقت كافي عشان يقدر يتمم الإجراءات. وماله حبيب قلبي؟ وماله تحت أمرك، أنت تأمره ولا إيه يا باشا؟ نو بروبلم. أهم حاجة يا سيم باشا أعرف ميعاد دخول الشحنة بالظبط. شحنة إيه؟ ده كلام على ورق، الشحنة رايحة بلد تانية خالص. كده يبقى في كلام تاني خالص. يا عم ما احنا لسه هنقعد مع بعض في العوامه، وانا عارفك بتحب العوامه. ايه اللي انت لابسه ده؟ مش دول صينيين وفي صرص دلوقتي وبتاع؟ خليك في حالك والنبي عم محسن. قول لهم كل حاجه هتبقى تمام ان شاء الله. تشويتي روشان ميو شماوانتي. المعلومات اللي سيادتك طلبتها اخليها بعدين؟ لا 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 لا، تعالوا تعالوا اقعدي. عدم المؤاخذه اخويا والنبي، قول لهم دقيقه واحده وهرجع اكلمهم تاني. تفصيل المدني يا اخويا. جعفر مبروك الدور ومحمود شفيق البوراي، السن 27 سنة، ما كملوش تعليمهم، بيشتغلوا في النصر بس ما لهمش أي سبب. عزلهم من مكانهم القديم وجاري البحث عن مكان سكنهم الجديد. تمام يا باشا؟ تمام يا لؤي. نرجع للديل بتاعنا بقى. إيه يا إخوانا في إيه؟ صلوا على النبي. إيه؟ هو في الصين برضه فيه بص للمزز وبتاع؟ 我们在接着说，还有什么事？货币集合，请发信告诉我们付款的方式。 أول ما يحضروا الشحنة هيبعتوا لك جواب يقولوا لك فيه إزاي تدفع الفلوس. وماله حبيب قلبي؟ وماله ما فيش أي مشكلة؟ في حاجة تاني؟ تشو خيو شو مشر؟ 这是中国人的习惯，表示了合作的诚意。 ده بقى تقليد صيني، إن اختلاط الدم بيدل على الإخلاص والوفاء. اختلاط دم؟ هتذبحونا ولا إيه؟ في إيه؟ لا أبدا، حاجة بسيطة، مد دي بس صباح حضرتك جرح بسيط أنت والسيد المدير. جرح؟ ده إيه الهبل اللي إحنا فيه ده؟ تقوم تفتح الباب. انا فتح اخر مره، افتح انت يا عم. افتح ما تبقاش بايخ يا عم، افتح انت خفيف. انا خفيف. عائشه اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا بيكي، منوره، اتفضلي. ايه كلمات؟ يا حول الله يا رب. يا شيخ فر الله ولا فالك. امال ايه اللي جابك؟ استنى بس لما تاخد نفسها الاول. انا جاي اقول لكم ما تهوبوش ناحيه بيتنا، في ناس جم سالوا عليكم ومراقبين المكان. والصندوق؟ ما تخافش. هو الصندوق ده فيه ايه؟ ده بعدين. احنا متشكرين قوي يا عيشه على اللي انت بتعملي معانا. انا بس اللي اشكرها، دي بنت خالنا. طيب بعد اذنكم بقى. إيه استني ما نوصلك في طريقنا. يا عم دي بنت خالنا، استني نوصلك في طريقنا. هو احنا مش طريقنا واحد؟ اه خلاص يلا نوصلك في طريقنا. يلا انا برضو اللي هوصلك. يا جعفر ما تكبرهاش. ماشي في صالح. ما فيهاش حاجه. جعفر يا جعفر، ما تبقاش سريع في كل تصرفاتك. لازم نسيب البلد ونطير يا حوده. على فين يا عم الهدهد؟ اي بلد هاديه. نروح فين مثلا؟ نروح العراق. امريكا مش هتسيبنا في حالنا. خلاص نروح افغانستان. برضو امريكا مش هتسيبنا في حالنا. حيرتني معاك، امال نروح فين؟ اقول لك على حاجه. اه نروح امريكا. كوريا الشماليه مش هتسيبنا في حالنا. خلاص نسلم نفسنا لعبد المجنون ونخلص. او نتوب يا حوده. تاني انت هات لي شيشه حسن. ماشي يا حوده. نتوب ليه يا ابني؟ واحنا بنعمل حاجه غلط؟ بص على التلفزيون يا جعفر وانت تشوف النصب على الرسول. دي العراق نفسها اتاخدت بالنصب يا جدع، مش احنا شويه فهلاوه على تفتيح مخ بنكسب
بنكسب 10 بواكي في 3 ايام. احمد ربنا يا جعفر. احنا بنكسب بس عشان ما بنتعبش بالفلوس بنصرفها من غير ما نحس حوده. بص يا جعفر، احنا لازم كام شغلانه في السريع كده ونهرب لغايه ما الجو يهدى. هتعمل ايه يعني؟ بكره تشوف. والتاكيد لهم ان قوات التحالف تعتزم فعلا السيطره على المدينه. فحكومه الحرب البريطانيه اجتمعت اليوم مجددا، بل انها اصبحت تهم الاعلاميين بالقدر نفسه، حتى ان الكاميرا تسبق المحتوى. مجرم ان كان حكام في واشنطن ولندن، وان كان من هؤلاء العلوج الذين يرضون بهذه المهمه القذره. لا والله الشقه تمام 100 100. طب احنا هناخد الشقه دي شهر بقى نشوف ادامها علينا. وانا تحت امرك يا سعاده الباشا. الله يحفظك. بقول لك ايه، امسك المفتاح ده وانا هوصل مع الراجل الطيب ده ندي العقد ونيجي. ها اتفضل يا بيه. اتفضل يا حاج مهند. ناوي تزرع ايه؟ رز وبسله. بتاع الغدا ان شاء الله؟ يعني ناكل لقمه مع بعض كده. همتكم معانا يا رجاله. شاكرين يا اسطى. خدنا يا باشا. خدنا يا باشا. نتشرف البلد وترفع راسنا فوق، فاهمين؟ فاهمين يا استاذ. مين بكر؟ ايوه انا بكر. اسكت اسكت، انت هتسيح يا اخوانا. اللي هيدفع الفلوس دلوك ويكتب اسمه يجي بعد اسبوع، فاهمين؟ فاهمين يا استاذ. اسال تاني مين بكر. لا انا خلاص عرفتك، اسمك ايه يا عويس؟ عشان واحده مش هتحور. لا انت خليت ديك بق. حسن حسين افعل. اسامه هاني انا شاكك في اسمك. صابر رسلان. الاخ سالم الليبي اللي هيدخلكم ليبيا. يا مرحبا يا مرحبا، اتفضلوا اتفضلوا يا مرحبا.
انكم نورتونا في الجماهيريه شرفتونا. يا مراحب يا مراحب. في ايه؟ الفار ده مفتاح السودان باين. والنبي يا اخي سلم، مش عايزين نورط الناس. استنى استنى اهو مفتاح ليبيا اهو. يا رب يا ساتر، هو مفيش حد جوه ولا ايه؟ اصل انا عايش لوحدي. يا مراحب يا مراحب يا هلا، خش برجلك اليمين يا عم. قول له نقلع الدزمه هنا ولا ندخل بيها دوا؟ تقلع ايه يا عم، هو انت داخل تستحمى؟ يا مراحب يا مراحب يا هلا يا هلا، سمي وانت داخل، وطي وانت داخل. يا استاذ يا استاذ، والسلك ده ليه بقى؟ عشان الناموس. عمار يا ليبيا، نورين الجماهيريه. يا هلا يا هلا والله يا هلا. فاضل في مصر ثلاث انفار ولا ايه؟ حالك باهي حالك باهي. ليبيا ما احنا عارفين واحنا جاهلين. لا معاك استاذ سوق يا متر. يا رجالي انا عايز العيال دول يصبوا علينا ودونا السعوديه. اعزائي المشاهدين، النهارده من خلال برنامجنا هنكون بنقدم لحضراتكم صوره مشرفه لرجال الاعمال المصريين. معانا كام؟ 40,000. اللي انجبت طلعت هي ايضا اللي انجبت نسيم الرشيدي. ألف شكر. أهلا بحضرتك معانا يا فندم، ضيف عزيز في برنامج وجوه مشرف. أهلا بيكي وبكل شباب مصر. طبعا في البداية أستاذ نسيم هستغل وجودك معانا وبشكرك على حضورك طبعا، ونتعرف على حكاية حضرتك مع الصمود. حب الوطن، حب مصر، حب بلدك، حب مصر هتدي لك كتير قوي من خيرها. وعلى رأي المثل، مصر هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، حتى لوني أمحي لون نيلك يا مصر. الله يا ألف 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 شكر. وكل ما بحب مصر أكتر بفتكر الجملة اللي قالها الشاعر الزعيم الأستاذ مصطفى كامل: لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون اسكندرانيا. لا يا فندم، مصريا لو وجدت ان اكون مصريا. انا قلت ايه؟ اسكندرانيا. واسكندريه دي ايه؟ تبع ايه؟ تبع مصر صح. ما انا ممكن اقول لو لم اكن مصريا لو وجدت ان اكون قليوبيا، ده قهليا بورسعيديه. المهم ان احنا ما خرجناش بره بلدنا. الله. زيتنا في ايدينا. الله يا الله يا ابن النصابه، ده طلع جامد بجد. شكرا. من بدايه اللقاء وانا ملاحظه في ايد حضرتك اليمين في علامه، يعني لو الكاميرا تجيبها، علامه مميزه جدا يا فندم. يا ريت لو اعرف من حضرتك يعني ايه قصتها. والله العلامه دي لها قصه، بس قصه جميله جدا، وهي حرب اكتوبر العظيمه عام 1973. انا كنت من الشرفاء اللي حاربوا في هذه الحرب، وكنت مؤمن تماما وانا بدافع عن تراب هذا البلد. كنت ماسك الاربجيه في ايدي وشغال مش دريان بنفسي، بتفانى في حمايه تراب مصر. فجأة لقيت جندي إسرائيلي حقير عمال يقرب من ورايا. حسيت بيه، عملت نفسي مش شايفه، قرب مني، هوب دبل كيك، شقلطته قدامي. شقلطته؟ شقلطته، وقع قدامي يعني، هبش في دي. قعد يعض وأنا سايبه ملهي في العضة وأنا شغال بموت آلاف من الإسرائيليين. هو عايز يموتني طبعا لان هو اسرائيلي حقير حقير حقير. انا اسرائيلي حقير حقير حقير. هل في اي اصابات اخرى؟ لو راجل بقى يقول العضه الثانيه فين. ما عنديش اي اصابات في جسمي
غير في ايدي هذه العضه اللي انا بوريها الاساتذه المصورين ممكن يصوروها اللي عضها لي الاسرائيلي الحقير. واي حد احنا اللي عضينه على فكره اصابات ثانيه ما تصدقوش. وانا بدعو كل الشباب اللي موجود معانا دلوقتي، مين فيكم يحب ان هو يتصور مع ايد البطل؟ يا فندم احنا مراقبين بيت خاله ليل نهار وبنت خاله كمان. والنتيجه؟ والنتيجه. برافو يا باشا، انا كنت مستني سعادتك تقول لي النتيجه. ربنا هيكرمنا باذن الله. اصل سعادتك طيب. انت هتشحت عليا بره. انا بره. بره. وانت كمان بره. برافو يا باشا. يلا محسن، انا عايز 50 مليون عشان حته الارض الاخرانيه اللي على النيل. طبعا ورقها جاهز ومتسجل، وانت لك 10%. شوف يا محسن، كل مليون لك فيهم 10%. خليهم 15%. ما تبقاش طماع، اضغطي عليه شويه. يا باشا انتوا اللي بتاخدوا الفلوس وتخلعوا، احنا اللي بنتحبس. ايوه بس انا اللي بخطط، ولولا اللي زي ما كنتش كسبت ولا نكله، كان زمانك عايش بالتلات 4000 ملطوش اللي بتاخدهم من البنك كل اول شهر. محسن 12.5% مش خساره فيك. لولا امرني يا باشا. البرنامج النهارده فيه ايه؟ ندوة الشباب وبعدها على طول الافتتاح. لبس الشباب جاهز؟ طبعا جوه يا باشا. شوفي محسن بيبي حب ايه. احنا لازم نغب غبه جامده يا معلم. طبعا كل ما نبقى في النقنقه العمليه تبقى في السقسقه. طبعا انت فاهم حاجه ولا كلمه؟ امال ايه؟ طبعا طبعا اللي انت عمال تقولها زي ما تكون فاهم. عود انا شارب سيجاره مبوظاني ومحتاج اي سكريات. ربنا سكريات؟ ده انت محتاج جلوكوز مش سكريات. اترزي هنا وما تتحركش عبال ما اجيب لك اي حاجه تفصل النيله اللي انت ضربه ده. ما تتحركش. انا شفت المزه اللي هناك دي فين قبل كده؟ وهو ما اشوف مين دي ولا بلاش. بس ليه لا؟ ممكن تطلع خالتك هذا جعفر. ومين اللي معاها ده؟ أكيد جوز خالتي. بس جوز خالتي مش متجوز. وهم أشوف مين دي. رايح فين يا مسطوحة؟ تودينا في داهية. أنا بشبه على حضرتك. أنت مين؟ أنا بلم تبرعات المستشفى الصدر. ده اللي سبت على الكلب. ايه ده الشعب الحرامي؟ الحرامي ده بتاع الكلب. امسك ده، نضف نضف ده. اخلع انت. اوعى ايه؟ بسرعه يا عطول اللي وراه بسرعه. تعالي معانا. هتجيب لنا قعده مع الشباب ونعمل شباب.
هنبطل ايدينا حمار. يا الله 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 الله، وبكرامتنا هنعمل بيوتنا هنعمل رايتنا ان شاء الله. اللي انت بتضربه ده لازم تبطله يا جعفر. خلاص هبطل بانجو واشرب حشيش. يعني هو الحشيش ده فوار؟ ما هو مخدرات برضو. تبطل كل حاجه. طبعا طبعا. وكلمه طبعا دي كمان تبطلها، انا بتشائم منها. خلاص هبطلها واشرب بانجو. الله يخرب بيت ايامك يا جعفر، كل العمر ده معايا وما اتعلمتش حاجه. يا ابني انت شغلانتنا دي عايزه ناس مصحصحه. ما انا لو صحيت يا حوده مش هعمل اللي بعمله ده، انا عايز انسى. تاني هنرجع للموال بتاع التوبه ده؟ يا ابني انت مش حاولنا نتوب ونشتغل؟ لقينا نفسنا بنقبض ملاليم وكنا هنتبهدل بهدله سودة. ما تفكرنيش. عندك حق، يا سلام عليك في الاقناع يا حوده. تصدق انت حليت النصب في عينيا. اصل بص يا جعفر، لا يصح الا الصحيح. ربنا يخليك لي يا حوده، فعلا الصديق قبل الطريق. احنا نقوم نحضن بعض على الجملتين دول والنبي. طب يا فوق. ظاهر ان احنا جينا في وقت مش مناسب. لاحظ ان كلامك جارح. هاتهم. تعال بقى، انتوا طلعتوا كده؟ انتوا فهمتونا غلط، احنا مش كده خالص. يا سلام، مش كده خالص. امال ايه اللي انا شفته ده؟ خد معاك وعادي، خد معاك وعادي. امال حطيته ليه؟ ها شكله مش هقدر اسمعها. الكائن ده بص بقى، احنا نتفاهم احسن. بالراحة من غير مد ايد. خد وقتك عنده ارتجاج في المخ، ولازم نعمل له اشعه مقطعيه ويدخل عنايه المركز. المهم نطمن عليه يا دكتور. بس الحاجات دي هتكلف. الفلوس كتير والحمد لله. يلا يا ايه. اتفضل حضرتك يا دكتور وانا هاجي وراك. لو احتجت اي حاجه قول ايه. اتشكر. ترى فيكوا اللقمه يا كلاب. عيلين مالهمش لازمه زي الاراجوزات، مش عارفين تجيبوهم، وانتوا الاثنين قد الفيال. وايه ده؟ ايه اللي انتوا جايبينه ده؟ يا باشا هو ده الورق اللي لقيناه هناك. جرايد؟ ورق جرايد؟ وفي كمان ورق تواليت. وايه ده؟ ايه ده؟ متخانق مع فراوله يا هلا؟ حلوه يا باشا حلوه. اسكت يا باشا، حضرتك ما قلتلناش نوع الورق اللي حضرتك عايزه. خلاص، عموما انا هتصرف. العيال دول هجيبهم من تحت طقطيق الارض. انا بيني وبينهم طار قديم قوي، ومش حاسبهم ابدا. برافو يا باشا. عيط يلا عيط. برا لولا، برا يا حمار منك. له عمر يا باشا. تحت اشرافك تاخدي جوز البقر دول وتروحي تراقبيلي شقه العيلين دول ليل نهار، واول ما تشوفيهم تيجي تبلغيني. بس كده لغايه دلوقتي. اوكي كده المجانين بقوا ثلاثه. اوعى تموت يا حوده، انا ما اعرفش اعمل حاجه من غيرك. جايز اكون بزعلك، بس انت عارف انا بحبك قد ايه.
وإن كان على المخدرات هبطلها. مش هترجع في كلامك زي العيال؟ أنت لسه عايش يا حودة؟ لسه عايش؟ لسه عايش؟ كده هموت. لسه عايش يا حودة؟ هموت. ما تموتش يا حودة. اشرب مخدرات. ما تموتش يا حودة. ما تموتش. غصب عني من فرحتي. اتفضل اطلع بره وسيبه يستريح. ما اقدرش اسيبه عشان لا قدر الله معاه مفتاح الشقه. قلت لحضرتك اتفضل اطلع بره. طب ممكن يطلع لي على المفتاح؟ يعني ابات في الشارع انا ولا ايه؟ عاوزه مين يا حبيبتي؟ هما شباب اللي ساكنين هنا راحوا فين؟ شباب؟ وانتي بقى تقرب لهم؟ اه تقريبا. عزلوا يا حلوة. يعني مش راجعين تاني؟ لا تاني ولا تالت ولا رابع، استغفر الله العظيم يا رب، ولا خامس ولا سادس. طب مش سيا طنط؟ طنط اوى الفحت اللي هتقعي تحت. قال طنط قال ها عملت ايه؟ اطلع 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 اطلع. صباح الخير. صباح النور. طب انا هروح احاسب. اجي معاك؟ هتخليك تضايقهم شويه؟ لا انا جايه معاك. انا متشكر قوي يا ايه على اللي انت عملتيه معايا. على ايه؟ ده شغلي. اصل انا مش متعود حد يبقى حنين معايا كده. ليه؟ هو انتوا ما عندكوش اخوات بنات؟ ولا بنين ولا اب ولا ام ولا حاجه خالص. يا حرام. امال انتوا عايشين فين ومع مين؟ انا وجعفر عايشين لوحدينا في شقه في الزمالك. زمالك هايل. طب بتاكلوا ازاي كده؟ لا بتكلم بجد، بتاكلوا ازاي؟ والله كده. انت بتاكلي ازاي كده؟ وانا اقول شفتك فين قبل كده. ست اولجا مش وقتك خالص. اخصى عليك، ده واخدين عليك السبع دخيات. عن ابنك اخصى عليك. ايه ده؟ ايه الرقه دي؟ يخت عليكوا على جمال امك. حلوه بشكل، حلوه بشكل. كان ايه لازمته التعب ده؟ يا واد الله انت زي ابني. ربنا يخليك ليا يا رب. تعيش لي يا حبيبي. اه قبل ما انسى، في واحده كده جت يعني لابسه بلوزه نص كم، مش نص كم من هنا نص كم من هنا، جت سالت عليكوا. انا بقى قلت لها ايه؟ انه كنتوا عزلتوا يعني الدار امان. تصوري يا ماما دفعوا 30,000 جنيه لحساب المستشفى. بسم الله ما شاء الله، ربنا يجعلهم من نصيبك. الاثنين؟ ابعد ايدك عن الاكل لما الضيوف تيجي. اياك بس ما يطلعوش زي الدكتور الاخراني اللي طلع ما حلتوش غير سمعته. خالي انا مش ناقصه تقطيم. سيبك منه وقولي لي اخبار اهاليهم ايه؟ مقطوعين من شجره. ربنا يجعلهم من نصيبك. الاثنين؟ بقول لك ايه يا خالي، وفر غطتك دي لحد ما الضيوف ما يمشوا. ها؟ اهم وصل. خش اتفضل. ازيك يا ازيك يا ايه؟ ازيك يا اهلا 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 اهلا. حوده جعفر اهلا وسهلا. اهلا يا ليلى. اهلا يا حبيبي. اهلا وسهلا. اهلا يا ماما. اهلا بيكم يا اهلا وسهلا. خالي الاستاذ علي قورة. اهلا يا خالي. اهلا قورة بيه. اهلا. يلا يا اولاد تلاقيكم واقعين من الجوع. اتفضل. طب بس مش تشربوا حاجه الاول؟ ما هم هيشربوا بعد الغدا. واضح ان قورة بيه مخنوق مننا شويه. ما تبقاش متسرع الخال وارد. سلطات بس ولا ايه؟ عازمين ارانب على الغدا. ما تاكلوا يا اولاد، انتوا مكسوفين ولا ايه؟ مكسوفين ايه؟ ده ناقص ياكلونا. لاحظ ان كلامك جارح. قلتوا بقى ان شاء الله. اشتغلوا ايه؟ رجال اعمال. برافو برافو. على اساس بقى ايه كل اللي مالوش شغلانه يقول رجل اعمال. يا عم يلا نيم حوض اقعد يا خالي وارد. خالي خد دي حوده من ايدي. بس انت محتاج تغذيه. تسلم ايدك. ده محتاج تغذيه؟ امال البي محتاج ايه؟ معونه من امريكا؟ ربنا يمسح حضرتك. اقعد يا جعفر، ده حتى الخال والد. وبعدين معاك يا قورة. خلاص سكتنا. ايه الصور دي كلها؟ انتوا بتصوروا ببلاش ولا ايه؟ لا بنصور بخف، بنصور بعسل. انا اللي مصور ده كله. لا مش انت، بابا الله يرحمه مصور كتير قوي منها. بس واضح ان التصوير هوايه العيله كلها. لا دي شغله العيله. ما انا عندي المحل بتاعي. لا مش بتاعك، ده بتاع بابا الله يرحمه وانت واقف فيه. الله ده ما حدش طايقه في البيت كله. الطفايه دي مش طايقاها. اهو لا هيبقى بتاعي ولا بتاع ابوك.
قضية الطرد اللي رافعها صاحب العمارة شغالة لغاية دلوقتي، وانت منشفة دماغي، عايز أعرف ماله من 100,000 جنيه؟ حد طيب؟ ما تحضرونا رجال الأعمال. لا عندنا اجتماع معلش. ما تقعد بقى قرفتنا. لما الراجل الكبير يتكلم احترموه، ده أنا بشاهدكم. قول يا غالي. طب بص عايزين تعالى. تعالى بس. في موضوع كده. يا اهلا وسهلا. ده انتم منورين. الله يخليكم. شكرين. شكرين جدا. لا مو سهل. هذا انا دفعته. يعني كان ضروري تعمل فيها المعلم عاشور وتجيب هدايا باكو؟ مش كنا غيرنا التلفزيون احسن؟ مالك في ايه؟ سرحان في ايه؟ اول مره في حياتي احس ان في حاجه اسمها بيت وعيله وقورة. لا ده مش حوده اللي انا اعرفه ولا انا. احنا محرومين قوي يا جعفر. بقول لك ايه، اخرج من جو الحرمان اللي انت عايش لي فيه ده، ورانا شغل كتير. ولا ليه مزاج اشتغل ونجوع يا اخي؟ مع انك شبه الكمانجة بس ما فيكش ريحه رومانسيه. طب قوم شوف لنا التلفزيون ده ماله يا كاظم. حودة ايه اللي جاب؟ وحشتيني. وكمان ورد. الرومانسية دي انت لسه شفتي حاجة؟ فكرتني بكاظم الساهر. ايه حكاية كاظم دي؟ طب وديني اللي خليه بطل كور. كمان قافل تليفونك يا حودة. ماشي. شوفي بقى يا بنت الناس، انت قلبت كياني من ساعة ما شفتك. بس احنا ملحقناش نعرف بعض. جعفر كمان بيقول لي نفس الكلام ده. هو انت وجعفر صحاب من زمان؟ من ساعة ما وعينا على الدنيا. صالح ده مصمت يا ماما مش بصورات. اهلا اهلا بالارسال. انت غيرت اليافطه اللي برا ليه؟ يافطه ايه؟ ما اسم المرحوم زي ما هو اهو. لا بس حشرت اسمك جنبه. صلى على النبي يا جماعه، احنا جايين نهدي النفوس. ماشي يا خالي، هحاسبك معاك بعدين. وبعدين ليه؟ لما انت محموقه كده قوي ما تدفعي 10 بواكي بتعيد دول ضرايب على المحل لما يتقفل. طب وانت ما تدفعش ضرايب من ايراد المحل ليه؟ ايراد المحل ياك مفكرة عمرو دياب بتصور عندنا كل يومين. خالك بيشر لزازة. ما انت لو تليلي دماغك كنا خدنا 100,000 جنيه من صاحب العمارة وخلعنا. انا محل ابويا ما يتقفلش ابدا. انت حرة. ايوه لا تعالى معايا. لا انا لسه واكل حواوش. حواوش ايه؟ هصورك يا عم. شوف زبون صوره بدل ما انتوا عمالين تهزقوا في بعض. يا سيدي وشك عاجبني. الله يحفظك. تعالى بس. والشقه اللي انتوا فيها بقى باسم مين فيكم؟ باسمه. باسمي مش هتفرق، انا وجعفر واحد. نصيحه، خلي عدد النور باسمك. نصيحه، خليك في حالك. وشك كده شويه. بسامه لطيفه. دهنك لتحت. ايوه السنك الاولى تبان. انت هتقعد تتكلم كده مش هتصور خالص ولا ايه؟ بلاش نفس لو سمحت. انت هتصورني ولا هتعمل لي اشعه؟ واحد اتنين تلاته. يا رب تفرقع في وشك. نهار اسود ومنيل. ايوه انا افتكرت مشوار مهم جدا. يلا بينا من هنا بسرعه. يلا انت بكر النصار فلوسنا يا حزين. فاهم الراجل ده انه ملوش فلوس عندي. انا بقول لك اهو. انت فاهم غلط. انا ما بفهمش اصلا. نزل ايدك. نزل ايدك. انت مش عارف تتكلم. مين مين ده؟ ضابط. ده ادخل ضابط في مصر. ده مين ده؟ مين ده؟ ده مؤاخذه ساعه الباشا اللي ما يعرفكش يجهلكش. يجهلكش يعيش على اسمك. بلاش اللي اتقدم. يلا من هنا. يلا قدام. يلا اتفضل يا باشا. مين ده؟ سلام. اوعى ولا تنزل على السلم من الباشا. انت هناك وسع يا باشا. عايش اللي مؤاخذه. وانت تطلع مين باجي؟ انا ولا حاجه حقيقي. انت فين يا حم؟ انت تعال شوف اللي حصل. مش واحد بلدياتك من بتوع ليبيا قفشني في محل التصوير انا وآية، وكانت هتبقى فضيحه في جلاجل. يعني كنت مع آية. طب اسالني الاول ايه اللي حصل علشان كده. لا تعطيني النهارده وقفل تليفونك كمان. ايه ده؟ ايه يا دماغك في ايه؟ مين ده؟
ما ترد عليا كده زي ما بكلمك. مش كان في ميعاد شغل ولا ايه؟ هتنسيك شغلك وصاحبي. تنسيني شغلي لكن صاحبي لا. يا ساتر. طب قوم اعمل لنا لقمه ناكلها. اللي عاوز ياكل يقوم يعمل لنفسه. حاضر ماشي. اخبار عيشه ايه؟ معرفش. ما وحشتكش؟ مالكش دعوه يا بايا على تقل دمك. كنت تقول ان عائشه جايه؟ انا ما اعرفش شخصيتها. وانت هتعالجها يا جعفر؟ دي بنت خالك وانتوا متربيين مع بعض. ما انت عارف يا حوده ده انا مش متربي. طب بس بقى بلاش اللي اتهدب عشان قاعدين اهم. صباح الخير. صباح النور. مين الواد ده؟ علمي. علمي. علمي علمك ايه يعني؟ شبك في دف السنه كنت ماشيه؟ لا اصل بابا قال لي ان واحده جارتنا سابت له وراحت مشوار. هو كمان سابهولي وراح مشوار. صراحه خفت اتاخر عليك وجبتوكي. انا بشبع الواد ده. تعالى يا حوده بص. وانا كمان شكله مش غريب عليا. ايه ده؟ ده هو الواد ده بيتاجر ولا ايه؟ ده بيتمرمر. هو في ايه؟ بعدين هشرح لك كل حاجه بعدين. بقول لك ايه، هي جارتك دي لها اخت اسمها سمسم. مستعجله كده على طول وتحس انها بتسف وهي بتتكلم. انا لا اعرفها ولا اعرف اختها. عموما الواد ده ماشي بطال وبيروح شويه مفروش عشان تبقى عارفه. طب بعد اذنكم بس عشان انا عايز هيا في مشوار كده خمسه يعني. والواد خلي بالك منه. بعد ما قلت خلاص عودتي اتفكك وهتكلم معاك كلمتين جايبه العيل في ايدك عليا بنعمل واد ده بيراقب. ماله العيل ده بس؟ بقول لك ايه، انا كنت عايز اقول لك كلمتين كده يعني. ايه قول حاجه كده يعني. قول يعني ايه ده الواد إيه؟ عملها. طيب راح فين؟ رايح اجيب له غيارات من الصيدليه. بقول لك ايه، بالمره هات معاكي بكره كرتون. ايه يعني سلطيب؟ ربنا ما يقطع لك عاده. عاده ايه؟ وانت ايه؟ ما عندكش مذاكره؟ ما عندكش حضانه؟ ما عندكش دم؟ انا بحبك بجد يا حودة. ومن ساعه ما عرفت وانت غيرتي فيا حاجات كتير قوي لدرجه اني بفكر اعمل رجيم. انا بس مش فاهم يا جعفر انت مودين على فين. انت امبارح عملت لهم فجأة وجبت لي عيش. انا النهارده برضه عامل لك مفاجاه. ايه جايب لي صلصه؟ لا جايب لك شغل. اركن هنا. هنا؟ ايوه. ايه رايك في المفاجاه دي بقى؟ بمناسبه الافتتاح التصليح اليوم مكانا. التصليح اليوم مكانا. واسع جدع. البشمهندس حوده واسع. البشمهندس حوده بكالوريوس اعلام قسم تلفزيون ملون. يعني احسن واحد يتعامل مع اي حاجه لها فيش. بالراحه يا اخوانا. النظام اهم حاجه. النظام. اوروبا سبقتنا بالنظام. امريكا خدت العراق بالنظام. واحنا هناخد منكم الاجهزه دي بالنظام ان شاء الله. البشمهندس حوده هيوزع عليكم ارقام. كل واحد يسمع رقمه يجيب جهازه من السكان. رقم 25. ايه ده يا ابني؟ دي جديده يا ابني، دي مش محتاجه غير فودره بس. انت حر. رقم 26. ايه التلفزيون ده؟ انت جايبه الطعام ولا ايه؟ استنى خد بالراحه عليه عشان بيسنن يا حبيبي. ده انا امسك. سعيد الحظ رقم 27. ايه ده؟ عاوزين نصلح الجهاز ده. وانت جايبه على الطوب الاحمر واحنا هنشطبه لك ولا ايه؟ هتصلحه ولا اوديه توكيل؟ يا راجل ده انت شخصيا محتاج تروح التوكيل. امسك. ايه ناخده؟ خده هنعمله حط سمك او نربي فيه دود قد. وسع الكبير. بتصلح النوع ده؟ الا بنصلح النوع ده. ده حط متخصص في المقاس ده. في المقاس ده. ايه رايك بقى في دماغ اخوك؟ انا لما تكتك اولع الدنيا. والله يا ابني برافو عليك. 100 100 يجي منك يا واد. هو ده حوده اللي انا اعرفه. بص بقى يا معلم، العشرة دول على ده يبقى معانا غله 100 100. لا يا معلم، العشرة دول من غير ده يبقى معانا غله 100 100. متصرف انت بقى، شغل دماغك بقى شويه. يا هلا. وانت اخترتي مين؟ حوده طبعا. واشمعنى حوده؟ يا ماما القلب وما يليه. قلب ايه وزفت ايه؟ الضرابه تعكس على المحل. طب خد دول ادفعهم بكره وهات لي الوصل. استلفتيهم منين دول؟ ليه هتردهم؟ وانا مالي وانا اللي استلفتهم. انت بتدور على ايه؟ الفلوس اللي كانت هنا. عمليه متظبطه و100 100 بس محتاجه طعم. والطعم هي الفلوس اللي كانت هنا. انت شلتها؟
ما ترد. انا اللي خدت الفلوس، يعني اتزنقت في موضوع كده وخدته. ما فيش مشكله، بس ايه يعني الموضوع اللي انت اتزنقت فيه فجاه؟ يعني موضوع كده يا. انت هتخبي عليا؟ ايه يا حوده مالك؟ المحل بتاع ايه الضرايب هتحجز عليه. ايه خلاص يا جعفر، هتصرف واجيب لك غيرهم. حتى لو اتصرفت مش هترجع حوده اللي انا اعرفه. بقول لك ايه، ما تكبرش الموضوع، ما كانوش 10000 جنيه دول. لو كان على الفلوس ما كنتش دفعت 30000 جنيه في مستشفى استثماري عشان انقذك من الموت. انت هتعايرني ولا ايه؟ وبعدين ما ال 30000 جنيه دول انا اللي جايبهم بدماغي. دماغي وما فيش حد عنده دماغ الا انت. ما انا كمان عندي دماغ. وهي كره البنج دي بتسميها دماغ ولا ايه؟ نعم كده خلصت يا معلم، دماغ بقى شغالها لوحدك. انا هتوب يا جعفر. كل ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر روح يا اخي. انت مش فلقتني نتوب نتوب، اديني هتوب. هو بمزاجك؟ بمزاجي. يا ريت كان بمزاجك، لكن الموضوع كله بمزاج الهانم اللي خلاتك خايب ومش عارف راسك من رجليك. جعفر كلمه تانية وهنسى كل اللي بينا. وانت خلاص نسيته. والعلم التلفزيون ده انا هبيعه، وما تسالنيش تمنه هوديه فين. هي بعيدة عننا، أنا وحودة محدش قدر يفرقنا قبل كده أبدا. اخص عليك يا جعفر، أنت ليه بتقولي الكلام؟ عشان في حاجات مش هينفع تفهميها ولا حتى هتحسيها. حودة يا آية بالنسبة لي مش مجرد صاحب وخلاص، لا ده عمر. عمرنا ما اتخاصمنا أكتر من دقيقة، عشان كده ما ينفعش حد يجي ويحرمنا من بعض. أيوة بس أنا حبيت حودة بجد. والحب ده مش هيستمر. ليه؟ فهم؟ ما اقدرش. صباح الخير يا طنط. صباح الخير يا حبيبي. هو في ايه؟ ما فيش حاجة. ايه هنا؟ ايوه وجعفر معها جوه. جعفر؟ ايه اللي جاب؟ ما اقدرش. يعني ايه ما تقدرش؟ جعفر يا تقولي الحقيقة يا اما هفهم انا غيرا منه. ما تقوليش كده. اللي يحبها حودة تبقى زي اختي بالظبط ومتحرمة عليا. طب ما تقولي يا جعفر في ايه؟ ما سألتيش نفسك احنا بنشتغل ايه؟ تقولي بنبيع وتشتري. بنبيع ايه ونشتري ايه؟ ما توضح يا جعفر. احنا بنبيع الهوا، احنا ملناش شغلانه. ايه زي ما انا خايف على حوض انا خايف عليك. انتوا ما تنفعوش لبعض. من الاخر احنا نصابين. الكلام اللي قاله جعفر ده بجد؟ يعني بجد؟ طب اتفضل بره، حصل زحمك بره. ماليش نفسي اعمل حاجه، كل حاجه اتعودت اعملها مع حودة. عارفه لما تحس ان الايام بايخه ودمها تقيل؟ فاكر يا جعفر زمان لما كنت عايش معانا وبابا طردك من البيت؟ ساعتها قلت انك ضاعت، بس الحمد لله اديك عايش وكويس. الايام الحلوه راحت خلاص. انا بفكر اسيب له الشقه. ما اظنش ان هو ده الحل. جعفر ازيك يا ست اولجا؟ الله مالك يا واد؟
مفيش. لا مفيش ازاي، ده فيه نص كمان. قول يا دنايا، قول انا زي امك. قول يا حبيبي. انا خسرت كل حاجه يا ستار. لا محدش بيخسر كل حاجه ولا بيكسب كل حاجه، انما بتكسب حاجه بتخسر قدامها حاجه. تكسب فلوس تخسر حب، تكسب قوه وجاه تخسر راحه بال. هي الدنيا كده يا عبيد. بس اسمع كلمه بقى حطها حلقه في ودنك. اعز حاجه في الدنيا يا ابني صاحب يحبك بجد بجد. مش هتدخلي تنامي يا حبيبتي؟ لا يا ماما انا مش جالي لو. ما قلتلك خدي بالك. ماما الله يخليك انا مش ناقصه. يا حبيبتي يا بنتي، يعني حظك ما يقعش غير في نصاب؟ يعني هو احنا عادلين قوي؟ اوعي بنت تكوني حبيتيه. المشكله اني حبيته بجد. مالك يا وش الخير؟ البنك حجز على المحل. بتقول ايه؟ وبعدين هنعمل ايه في المصيبه دي؟ نعم، عايزه ايه يا فندم؟ انا جايه وجايبه معايا كل الورق اللي يثبت ملكيتي المحل، وجاهزه اني اتنازل واخد ال 100000 جنيه اللي حضرتك عرضتهم عليا. ده كان زمان يا حلوه. ليه يا فندم؟ ما احنا لسه فيها. لا مش فيها اهو، انتوا كده فقرا فقرا وعنتظر. الفلوس تبقى قدامكم تتبطروا على النعمه لغايه لما يجي الغراب ياخدها ويطير. غراب؟ هو غراب ايه يا فندم؟ مشكلتك خرجت من ايدي، موضوعك مع البنك. بالسلامه. يعني ده اخر كلام عند حضرتك؟ باردون، الباشا تعبان شويه. لا مؤاخذه، بيريحيه انت. مع السلامه لولا. اؤمر يا باشا. مساج طبعا. ايه، كنت متاكد اني مش هون عليك. انا مش جاي عشان اللي في دماغك خالص. طب خشي، طب مش هنقف نتكلم هنا. انا جاي اعرف حاجه واحده بس. حاجه ايه؟ ايه اللي بينكم وبين نسيم؟ طب خش. انا عينك كده في عين عليا. ادي يا ستي حكايه عبده المجنون اللي بقى باشا. يظهر ان انا حظي ما بيجيش غير مع النصابين. انا لما عرفت جعفر كنا عيال في المدرسه، كنت انا شبه البالونه وهو شبه الخرزانه. كان العيال دايما يتريقوا علينا ويضربونا، اكتشفت ان الدماغ دايما هي اللي بتكسب. مشينا في السكه دي، تقدري تقولي كان دفاع عن النفس لغايه ما بقت شغلانه. كمان ما لقيناش اللي يقول لنا عيب. بس صدقيني يا ايه، انا من يوم ما عرفتك وانا فعلا اتغيرت. انا ما يهمنيش انت اتغيرت ولا لا، المهم هتقف جنبي تجيب حقي من نسيم. طبعا جعفر. الا على السلامه يا عايشة. ايه هي دي بقى العوامة اللي بتتم فيها كل الصفقات المشبوهة. نسيم وصل. طب يلا بينا يا جماعة. والمانجا يلا. كل خير. ما تنطقوا. قول لهم. قول لهم ايه؟ قول لهم انت. انتريه بيج مشجر وفازة كبيرة، ناس شيك قوي. لا، وطبق فاكهة كبير. والافراد؟ مش اسئلة اسئلة، ما تسكتوا بقى. ايه اللي جابهم معانا دول بس؟ انتوا مش عايزين معلومات دقيقة، خلونا نركز شوية. بيعملوا ايه؟ كده ما بيعملوش حاجه. استريحتي؟ اهلا اهلا. على فين؟ انا اشرب كاس. لا لا لا، بعدين بعدين. الله 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 الله. وده كمان؟
واضح ان لولا دي ما بتزعلش حد خالص. انسانه انسانه انسانه. طيب والخمسة في المية بتوعي؟ انا موافق موافق 5%. اكيد اكيد. يلا بينا. طلع ليه طلع ليه؟ هي مين دي اللي طالعه؟ انزلوا انتوا هنا دلوقتي. دي ملهاش اهل يسالوا عليها. تقريبا لقيتها. ايه لولا دي؟ ده انا تعبت. دي مش عوامه، دي ميكروباص. طب بتبص على ايه؟ مين ده؟ ده الظاهر كان مستنى دوره بس زهق. كل الملفات والجوابات جايه لهم من شركه في الصين اسمها واي اس دان كومباني، مشهوره عارفها. كملي يا عيشه. في صفقات بينهم، وبيقولوا في اخر جواب وصل من اسبوع انهم هيبعتوا يقولوا له على ميعاد دفع عربون الشحنه، والباقي هيستلموه من بره. عايز كل المعلومات اللي تقدر تجيبيها عن الشركه دي. ايه هم طالبين موظفين؟ لا يا فالح، هنتعلم صيني. ودي فلوس مدفوعة الناس في الجمرك. هايل. سنتك سودة يا نسيم باشا. في ايميل جه من الشركة الصينية، وده ظرف واحد سابه ومشي. مش مهم الظرف، الايميل فيه ايه؟ الايميل فيه بيقول لك هيبعته مندوب ياخد 200,000 دولار من تحت الحساب، وهيقول لك تحول بقية الفلوس على فين بعد كده. والمندوب بتاعهم جاي امتى؟ ما قالوش. طب سيب الظرف واستنيني بره. ايوه مين اللي بيتكلم؟ حضر 1,000,000 جنيه كاش عشان تاخد الاصل. انتوا مين؟ احنا الماضي. ماضي ايه؟ ماضيك الوسخ. ارجع لورا. هو انتوا 1,000,000 جنيه يا معفن منك لو؟ انتوا ما تعرفوش انا مين؟ انا هبقلشكوا. نهايتكوا على ايدي يا صيح. رد فعله ايه؟ شكله مش عايز يتهدد. طب وبعدين هنعمل ايه في المصيبه دي؟ هو اللي جاب الروح. شيكا بالا شي توس واي سي دانغ سومو سومو سومو. يقولون لسيادتكِ إنهم مندوبون شركة واي سي دانغ كومباني وأتونا لاستلام الشيك، هل هي جاهز؟ قول لهم هكتبه دلوقتي. عايزينه باسم الشركة؟ سيكوكو بانسا بالوني
ياهو كوكو اهو 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 سما. يقولون انها لابد ان تكون بتاريخ اليوم. بتاريخ اليوم؟ اوكي بتاريخ اليوم. شيكو نومو ايش عم ربو عم غفار صومو. ودي مين دي؟ كولوكو زيني لا زوجته. زيني لا زوجته. خليهم يبلغوا الناس في الصين ان انا هكمل الديل ده من سويسرا. صومو صومو حبيبي صومو. بصص علينا بصص علينا. طب اطلع بالمعلوم اطلع بالمعلوم. سنين سنين يعني مش هزار. لا لا ميمي سيكو لا ميمي. يقولون لك سيكو لا ميمي. بقول السيادة الو. ايوه يا باشا الوفد الصيني لسه ماشي. ايوه صرفوا يا باشا بأمارة سيكو لا ميمي. يا عم اركن وخلص. يا باشا ازي سيادتك يا باشا ازي سيادتك. اهلا باشا ما باحث صيني. ماشي 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 يا باشا. مع السلامة مع السلامة يا باشا. مع السلامة مع السلامة يا باشا. مع السلامة. محدش فاهم حاجة خالص خالص. اوعى وشك اللي عليا. هبقى اسيب لك نمري. يا عم في ايه ما انا هشوفك. طب يا محسن سلام سلام. ايه يا لولا الاخبار؟ فاكس غريب قوي جه يا باشا. يعني ايه فاكس غريب؟ الشركه الصينيه بيقولوا هيبعتوا مندوب ياخد شيك ب $200,000 مقدم العمليه الجديده. نعم؟ ما هم خدوا يا اولاد الكلب. دول بقلشوني. هو في ايه يا باشا؟ مالكيش دعوة. روح البنك شوفي لي مين اللي صرف الشيك. اجري. باي باي بابا. باي باي يا حبيبي. مش عايز حاجة؟ سلام. يلا هتلاقي بسرعة. حط لسانك في بقك خلاص دي متعصبين. انت اوعى انت كمان. خش. ايه اللي انت بتقوله؟ هاتوا معانا عشان ما تقولش عايزه بابا. عايزه بابا. يلا بسرعه. انا بس بقى في الحنفيه. يلا اطلع الحنفيه على بس حيوان. يلا انت بسرعه. هلو لولا انت جايه من العراق ولا ايه؟ تسمح تولع لي نيران عاديه ولا نيران صديقه؟ طبعا ولع لك. ايه ده على فين الست عايزه تولع؟ استنى ولع لها يا جدع. استنى خليتك في البيت موت موت تربينا احسن. مش فاضي النهارده يا حيوان. ده احنا هناكل ضرب يا خال. بس ما تقطعش. قوية
وكلها حنيه. تعالى منديل الحلو يدلك لي ركب اللي شخشخت دي. يا خال احنا مخطوفين مش في رحله. ولا انت عارفنا؟ نسيم باشا. انا عبده. باشا دي حاجه جديده قوي عليا. انا عبده النمر يا فتوة مصر القديمة تمن وفتوة اسكندرية والجمرك المكان اللي عملت فيه الخميرة بتاعتي. يجوا شوية عيال صيع زيكم يبقلشوني ويهددوني ويسرقوني. يا باشا اكيد في سوء تفاهم. اخرس لغاية لما اكمل كلامي. اخرس يا حيوان. 24 ساعة 24 hours لو الفلوس والورق بتوعي ما رجعوش ابقى خلي صاحبك يقرا على روحك الفاتحة. مش انت بس، انت وحبيبتي القلب القطة وخالة. الله ما تبتدي بخالة دلوقتي عقبال ما اخدها تجيب الورق والفلوس. اخرس. استر يا رب، استر يا رب. خدها في ايمانك. مش مطمن، مش مطمن يا آية. يعني هيكون راح فين هو عيل هيتوه؟ ده نزل يجيب سجاير بقاله 3 ساعات وجاي، ايه بيشربوا من هناك؟ الو مين؟ نسيم باشا؟ في حاجة؟ جعفر. ايه اللي وداك عندك؟ بقول لك خطفوني وخطفوا عائشة. وانا وانا انت مش مهم. لا يا حودة مش انت. اتصرف، هات الفلوس والورق بتاع عبد المجنون. نسيم باشا. اقصد بتاع نسيم باشا المجنون. هات الورق وتعالى يا حودة، هات الورق وتعالى. اسمع حوان، بكرة الساعة 2 تقابلني قدام المطار، تجيب معاك كل حاجة. هعمل تليفون، صحابك هيمشوا، 2 و10 انساهم وانساني، مفهوم؟ تيجي لوحدك. يعني مسافر؟ طبعا، قروض على املاك وهميه وزيه زي غيره. بالسلامه. ملناش دعوه بالقروض دي دلوقتي. يعني ايه؟ الساعه 2 بكره الراجل مسافر وسايب مصر، هيستفيد بايه لما هو جعفر وعيشه؟ اكيد بيهوشك. انت عايزه تقولي ايه بالظبط؟ يا حوده احنا لو عشنا طول حياتنا بنشتغل مش هنعرف نجيب المبلغ ده تاني. ايوه بس دي مش فلوسنا. يا سلام، انت اللي بتقول كده؟ ايوه بقول كده بعد ما حبيتك. ما عشان حبيتني لازم تساعدني. وصاحبي مش هيجراله حاجه. وافرضي جراله؟ يا سيدي خليك متفائل. يا حوده احنا تعبنا كتير قوي في حياتنا، وانا لما صدقت لقيتك تعوضني كل اللي فات. طب انت عارفه الراجل ده هيهرب بفلوس مين؟ مين؟ بفلوسي وفلوسك وفلوس الناس الغلابه. يا حوده ارحمني بقى من الخطب والشعارات دي وكلمني جد. انا عمري ما كنت جد زي النهارده. يعني انت عايز تعمل ايه؟ مش عارف. رايحه فين؟ لما تعرف تاخد قرار ابقى كلمني. معجبة بيك قوي يا جعفر. مش وقته يا عائشة. تفتكر حودة ممكن يستندل؟ لا، هو المبلغ كبير اه، بس حودة عشرة عمر، أكيد هيجي أكيد. مش عارف يا عائشة، مش عارف. طب وآية؟ هي دي اللي أنا خايف منها. مش هينفع اسيبك في الظروف اللي زي دي. وانا كمان كنت حاسس انك هترجعي. نسيم. ايوه. المكان اتغير بقى 10 شارع الجزيره الزمالك. حالا هبقى هناك. وما تنساش تيجي لوحدك. طبعا هكون لوحدي. مع السلامه. نسيم باشا فين؟ اتفضل معانا. مالكش دعوة. ورقك وفلوسك تمام؟ الورق تمام بس الفلوس ناقصة حاجة.
مش ناقصة كتير. وعلى العموم ده عرقنا اللي انت كلته علينا من 15 سنة. خليهم يفكوني وكلم رجالتك يسيبوا جعفر وعيشة. هو دخول الحمام زي خروجه. يعني ايه؟ هتعمل ايه؟ لا لا انزلوا حضروا العربية. طب يا باشا احنا كده قبضنا عليه، اروح ابلغ البوليس؟ انزل استريح في العربية. برافو يا باشا. بعد نص ساعة هتبقى انت في الباي باي. هسافر انا، صحابك كمان هيبقوا في الباي باي. سلام يا شهيد الصداقة. عشر مرات بس انقذنا يا حودة. حودة بيه يا كلب. انقذنا يا حودة بيه، أبوس إيدك. تعال يا حقير. يلا 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 عشان البوليس مستني تحت. قوم بعد النطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هيبقى أقول لك بعدين. من واقع الحدث محلنا الحمد لله رب العالمين. اتفضل يا أستاذ، قدامي على البوكس. سيادتك هو اللي زقني وإحنا اللي مبلغين وحالتنا زبالة يعني. مفهوم مفهوم، أنت عندك قواعد كتير. تعال معانا وبعدين نكفك على بلاغة. قوم. يلا. يلا بينا. متشكرين يا جماعة، نجاملكم في الأفراح. عينك انت مشلتش حاجة، انا شايف. ايه ده، في ايه دلوقتي يا جماعة؟ الحقير اللي واقف قدامكم ده
طلع في التلفزيون وقال على نفسه انه بطل من ابطال اكتوبر، وقال عليا ان انا اسرائيلي عشان عضيته في ايده. انا بقى عضيته في حته تانية خالص يا جماعه، هنشوفها كلنا مع بعض دلوقتي. اتفضلوا معايا. ايه ده بتعمل ايه؟ اوعى بتعمل ايه؟ اوعى 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 ايدك اوعى. انت عايز تصور مع العدله الجديده بربع جنيه؟ تصوير بس، تصوير بس، مفيش حد يقول لي بس. اجدع وانشط ضباط في العاصمه كلها والمصحف، ولو محتاجين يعني عسكري مخبر امين عندي يا باشا. يا ابني ابعد عننا بقى، الله لا يسيئك، احنا لا ضباط ولا نيله. ما انتوا ايه يا باشا؟ احنا لسه في ثالثه مطافي. يعني فاضل لنا سنه والدنيا تولع. محدش فاهم حاجه خالص. يلا يا خالص. يلا اجري يا يلا اجري يا اوعى وشك والميه اوعى وشك.